انتشرت أخبار أو شائعات كثيرة مؤخرا عن قصة حب معز مسعود وحلا شيحة وارتباطهما فجأة، حيث خرجت للعلن تفاصيل مثيرة ولكنها غير مؤكدة 100% عن تعارفهما وبداية علاقتهما العاطفية، وذلك على الرغم من التزام الثنائي الصمت حتى الآن وعدم تأكيدهما أو نفيهما لتقارير زواجهما. فقد تتبع الجمهور حساب الداعية والمنتج المشهور عبر انستجرام، واكتشفوا محادثة تمت بينه وبين حلا شيحة تعليقا على أحد منشوراته خلال شهر يونيو الماضي، حيث كان قد نشر صورة له بالجيتار وكتب في تعليقه عليها باللغة الإنجليزية: شكر كبير للشخص الرائع الذي التقط هذه الصور، أنت تعرف نفسك. وعلقت حلا من حسابها الرسمي على نفس الموقع: هاي معز، من التقط هذه الصورة؟ ليرد معز مسعود: شخص ما مميز جدا. دي الصورة اللي أثارت الجدل في 13 يونيو وهو بيعزف على الجيتار، وحد صوره وبيقول إن هو شخص مميز جدا. دي حالة شيحة. ورغم أن المنشور عمره أكتر من 3 شهور، إلا أن الداعية المصري لم يقم بتحديث انستجرام بأي منشور بعدها، وهو ما فتح الباب للتساؤلات بين الجمهور عن طبيعة علاقته بالنجمة المشهورة التي أثارت الجدل بعد خلعها للنقاب وعودتها للتمثيل من جديد بعد 12 عاما من الاحتجاب. كما ذكرت بعض المصادر الغير مؤكدة أيضا أن اللقاء بين معز مسعود وحلا شيحة تم لأول مرة في جلسة بالساحل الشمالي أثناء الإجازة الصيفية الماضية، وذلك بحضور المنتج محمد حفظي، حيث كان اللقاء يدور حول الوسط الفني والمشروعات الجديدة. ثم سألت الفنانة المصرية المنتج والداعية المعروف عن سبب عزوفه عن الإنتاج الفني مؤخرا، ليتفقا في نهاية الجلسة على إنتاج فيلم ومسلسلين جديدين له مع شركة MBC ومنصة شاهد الإلكترونية، وذلك بحسب القاهرة 24. ثم قيل أنه توالت لقاءات حلا شيحة ومعز مسعود بالصدفة في الساحل الشمالي بعد اللقاء الأول بعيدا عن وسائل الإعلام. وقالت بعض المصادر أنهما احتفلا بخطوبتهما الرسمية في إطار ضيق بسبب تفشي جائحة كورونا، فاقتصر الحضور فقط على بعض من الأهل والأصدقاء، حيث ذكرت بعض التقارير الغير مؤكدة أيضا أن العريس قد أهدى عروسه مهرا قدره 20 مليون جنيه فيما لم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن. ومن ناحية أخرى، أثار الفنان التشكيلي أحمد شيحة الجدل بعد تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها مفاجأته بالأنباء التي تحدثت عن ارتباط ابنته بالداعية معز مسعود، ونفى أحمد شيحة خطوبة حلا شيحة بمعز مسعود مؤكدا أنه لم يتقدم لخطبتها حتى الآن، وأكد أن معز مسعود صديق مقرب من الأسرة. من ناحية أخرى، كتبت ياسمين الخطيب على الفيسبوك: من كام سنة لما الداعية الشهير اتجوز ممثلة معروفة، كنت في زمرة اللي انتقدوه لتناقض كلامه مع أفعاله وما يطالب بنات الناس بالالتزام به مع ما يلزم به أهل بيته. النهاردة الراجل مش بيقدم نفسه على إنه داعية أصلا، يعني ملوش مثلا برنامج ديني على قناة ما، ولا بيكتب مقالات يروج من خلالها أفكار متشددة، ولا له تصريحات من عينة الفن حرام والنساء كلهن فتنة، ولا بيقول أو بيعمل شيء يخالف تصرفاته. بالعكس، ده بيشتغل في الإنتاج الفني فبالهداوة كده عشان انتم حافظين مش فاهمين. حضرتك دلوقتي بتهاجمه ليه؟ ما كل واحد حر يطلق، يحب، يتجوز، هو مش طالب القرب منك في أختك.
انتوا ايه رأيكم في كلام ياسمين الخطيب اللي هي صورتها دي، وده البوست اللي كتبت فيه الكلام اللي فات ردا على من يهاجم معز مسعود. وكانت شيري عادل قد أعلنت طلاقها من المنتج والداعية معز مسعود في شهر أغسطس الماضي، لكنها رفضت الكشف ساعتها عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، خاصة بعد أن فاجأت الجمهور قبل نحو عام ونصف بخبر زواجهما دون أن تنشر صور زفافها. غير أن الفنانة المصرية ظهرت لاحقا مع طليقها ضمن فعاليات مهرجان الجونة لتعلو ساعتها التكهنات حول عودتهما من جديد، لكنها كشفت أنهما كانا يظهران معا مؤخرا لأنهما يعملان على مشروع سينمائي آخر، وأن هناك علاقة ودية تجمعهما برغم الطلاق. ودي الصور اللي كانت في مهرجان الجونة وتجمع بين معز مسعود وطليقته شيري عادل، ودلوقتي هنشوف أسرار تانية برضو. ومن ناحية أخرى، فقد تعرض كل من الفنانة شيري عادل والداعية والمنتج معز مسعود لهجوم شديد عندما أعلن زواجهما، وكان الهجوم عليهما بسبب عدم توافق الثنائي من وجهة نظر جمهورهم، نظرا لكون معز مسعود داعية إسلامي وشيري عادل فنانة. تزوج الثنائي بعد تعاونهما معا في مسلسل السهام المارقة، حيث كان معز منتج العمل وشيري عادل إحدى بطلاته، ونشأت بينهما قصة عاطفية توجت بالزواج سرا بعد انتهاء موسم رمضان، وأشهر زواجهما بعد عدة أسابيع، ومنذ ذلك الوقت ولم تفارقهم شائعات الانفصال. أحسنت نور الدين طليقة الداعية والمنتج معز مسعود صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور الشهير انستجرام، ظهرت فيها مع إحدى الأطفال في دهب ولم تكشف عن هوية الطفلة التي رافقتها في الصورة. هذه الصورة اللي نشرتها على انستجرام، صورة حديثة ليها. وتعد هذه الصور هي أول ظهور لبسنت طليقة معز مسعود بعد أن تزوج الأخير من الفنانة شيري عادل. من ناحية أخرى، أعلنت المرشدة السياحية بسنت نور الدين انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد أقل من 6 شهور على ارتباطهما، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت بسنت: وهي الحياة كده قدر بيسوقنا لقدر، ربنا قدر واداني شهرة لفترة قصيرة، بعدها قابلت قدري الآخر وهو منفصل عن زيكته الأولى من فترة وتزوجنا، لكن في الآخر الدنيا دنيا والأشياء ليست دائما تبدو كما نتمنى. وتابعت: الحمد لله تم انفصالي مؤخرا، مش مهم إنك تقع، المهم إنك تقوم وتكمل الحياة من تاني، حاليا أنا مركزة في طريقي وفي تقديم محتوى أقوى، ادعو لي. ده البوست اللي كانت نشرته. ربنا قدر واداني شهرة في فترة قصيرة، بعدها قابلت قدر الآخر، في الآخر الدنيا دنيا. سبق لمعز الزواج من المرشدة السياحية المعروفة بسنت نور الدين، وعلق الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بسنت على اليمين وشيري عادل ومعز مسعود على الشمال. على فارق السن بين معز وشيري، حيث أن عمر الأول تجاوز 40 عاما بينما لم يتعدى عمر شيري 30 عاما.